غادي نعرف العيد ميلادك بهذه الطريقه. اول حاجه غادي تختار ما بين الرقمين من 2 حتى 10. اختاريتي رقم غادي تشد داك الرقم غادي تضربه في 2، غادي تزيد عليه 5، غادي تضربها في 50، غادي تزيد عليه 1772. اذا كان العيد ميلاد ديالك في هذا العام داز قبل من هذا الفيديو هذا، غادي تزيد عليه 1. وإذا كان العيد ميلاد ديالك باقي من هذا الفيديو هذا، باقي من هنا لقدام، ما غاديش تزيد 1. غادي يخرج لك 4 ديال الارقام، ياك هذوك 4 ديال الارقام غادي تنقص منهم السنه ديال العيد الميلاد ديالك، غادي يبقاو لك 3 ديال الارقام. الرقم اللي على اليسار هو اللي اختاريتي، وجوج الارقام وشحال في عمرك في هذا العام. يلا 2023 هي ولا ماشي هي؟